غواص القادة ومعاه حور الفيل. وأول ما دخلوا لقوا فتحية واقفة مش على بعضها. آدم استغربها وقال لها: مالك يا فتحية؟ في ايه واقفة مش على بعضك من ساعة ما جينا ومتوترة؟ والله ما انا عارفة اقول لك ايه يا آدم بيه، في واحدة اجت هنا وخبطت، وانا لما خبطت افتكرت انتوا ورجعت كمان انكم اتأخرتوا، وفتحت لقيت اصرت ان هي تدخل ومستنية سيادتك بقالها اكتر من ساعتين، لا راضية تاكل ولا تشرب، وقالت لي ان الموضوع اللي انت ان هي عايزاك فيه ضروري جدا، ولو عرفت ان انا مشيتها يمكن تقطع عيشي، والست باين عليها ان هي عاوزاك في حاجة ضرورية. آدم وحور استغرب مين الست دي ويا ترى عايزة آدم في ايه؟ وساعتها آدم اتكلم وقال: طب وهي فين الست دي؟ في الصالون يا آدم بيه. تمام، خد حور طلعيها اوضتها وانا هروح اشوفها عايزة ايه واجي. لا ما عايزة حور هانم كمان، وبتقول ان الموضوع يخصكم انتوا الاتنين. آدم وحور استغرب طب هي عايزة آدم ممكن يكون في حاجة في الشغل، بس ايه الموضوع اللي يخص آدم وحور عايزاهم فيه هما الاتنين ومين الست دي؟ وقرروا يخشوا يشوفوا في ايه. ودخل ولقى ست كبير قاعد باين عليها السن. حور ما كانتش فاكراها ولا عارفاها، وكمان آدم ما يعرفهاش ولا فاكر انه قابلها قبل كده. واتكلم آدم وقال: ممكن اعرف انت مين وعايزاني في انا ومراتي؟ انا ما اعتقدش اني قابلتك قبل كده، وحور كذلك، لانها لو كانت قابلتلك كانت اتعرفت عليكي. بصت له الست بخوف وزعل وقالت: انا هحكي على كل حاجه لانه اللي كنت ساكته علشانه مات خلاص، بس ارجوك ما تقطعنيش غير لما اخلص. انا كنت شغاله عند الست ام حور الله يرحمها، وانا اللي ربيت حور لحد ما تمت 4 سنين، علشان كده مش فاكران. المهم كنت شغاله في القصر الملعون ده، وابو حور كان راجل مش تمام وكنت شايفه ده، بحاول احذر منه ام حور، بس ساعتها ام حور كانت بتقولي لا، وفي يوم اكتشفت حقيقته وكتبت وصيه ان كل حاجه تروح لبنتها، علشان هي اللي تورث كل حاجه، وان حصل لها حاجه قبل ما تتم 30 سنه او 28 سنه الاملاك تروح للجمعيه الخيريه. وقتها الست سكتت شويه وادم حس بارتباكها، وساعتها قال لها: كملي كل حاجة لو سمحتي وما تخافيش، محدش هيأذيك. بص اللي هتكلم فيه هيصدمك، بس والله دي الحقيقة وده اللي حصل قدام عيني. وقتها لما ماتت وهي بتولد والمحامي قال له على كل حاجة اتعصب جامد، وكمان اتعصب لما عرف ان عمك هو اللي هيكون واصي على البنت، لان عمك كان صاحب ام حورة الله يرحمها. المهم عدى يوم واتنين وهو كان متضايق، وفي يوم دخل وهو متضايق ووقع البنت الصغيرة كان اسمها حور زي ما امها سمتها على الارض. وقتها البنت ماتت. انصدم ادم واستعجب لما البنت ماتت، امال مين اللي جابها وفضل يعذب فيها دي؟ وهنا اتكلمت حور بدهشة وقالت: البنت ماتت؟ انت بتقولي ايه؟ ما انا هو قدام وعشت معاه اسوأ سنين حياتي ومعرفش اي حاجة عن املاك ماما اللي انت بتقولي عليها. لا حور الحقيقية فعلا ماتت على ايد ظالم اللي اسمه ابوها، ولما تأكد ان هي ماتت رمهالي ودفنتها. وقتها قعد يفكر الاملاك كده هتضيع منه وغير السين والجيم اللي هيدخل فيه. وقتها قرر انه لازم يخلص من العقب اللي عارفة الطفلة وحفظاها، لان الطفلة كان في ظهرها علامة وحم، وكان عمك الله يرحمه عارفها يا أستاذ آدم. المهم قرر إنه بعد ما يعمل ده كله يخطف طفل، وفعلا خطف طفل وادهالي. أنا كنت رافضة، بس هو وقتها هددني بابني اللي عنده 4 سنين، وأنا خفت اللي يقتل بنته بدم بارد وما يدفنهاش يسيبها لمربية تدفنها، ويقرر يخطف طفلة من أهلها. أكيد يعمل أكتر من كده. كنت خايفة منه وسكت على قتله للطفل وعلى خطف لطفلة تانية، بس اتفاجأت ان الطفلة اللي خطفها بتكون بنت عم. ايوه بنت عم، انت بتكوني ملك بنت العيلة دي وبنت عم. وقتها كنت عايزة اتكلم، عايزة اقول اي حاجة بس خفت، كنت حاجي العم
بس اليوم اللي جيت فيه العمة اتفاجأت وهو بيقتله، وهو بقوله انه خلص على بنته وبوريله الهدوم اللي مليانة دم، وانه حرق قلبه علشان كان عاوز ياخد فلوس مراته، وانه قتل كل عيلته. وقتها انا صورت ده كله فيديو وخبيته، خفت اروح اسلم لانه هددني بابني، وقعدت وربيت ملك البنت الصغيرة على اساس ان هي حور، ولما تمت 4 سنين طردني علشان متكلمش قدامها واقول اي حاجة. ادم ما كانش مصدق اللي بيسمعه، لا هو ولا حور، يعني حور بنت عمه اللي كان بيعذبها وبهنا بنت عمه وعمه اللي رباه وعاوز ينتقم له، بينتقم من اغلى الناس ليه؟ ساعتها اتكلم بعصبية وقال: انت بتقولي ايه يا ست؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ كلمت الست بحزن اكبر وقالت: صدقني هي دي الحقيقة، وما بكذبش عليك ولا في حرف فيه، وعندي دليل ان بنته مات، وعندي دلائل لكل حاجة بقولها. صدقني هو ده كل اللي حصل، وكمان لو مش بيصدق ان دي بتكون بنت عمك اللي خطفها وهي صغيرة، فيك ببساطة تاخدها على اي مستشفى وتعمل تحليل الدي ان ايه، وساعتها هتتكلم تأكد من كلامك. هنا سكت ادم مش عارف يقول ايه. اما حور اتكلمت بحزن وقالت: طب وليه جاي تقولي دلوقتي؟ ما جديش قلتي من زمان ليه؟ كنت خايفة على ابنك؟ انا اتحملت عذاب وجحود، اتحملت وجال المرض، ليه جاي تقولي دلوقتي؟ كنت خليكي ساكتة وخلاص وفضلي خايفة على ابني. سكتت الست بإحراج. اما ادم حس بوجع، هو كان بيحبها، ما كانش يعرف ان حبه ليها علشان هي اصلا منه ومن ريحة الناس اللي بيحبهم واللي ربوه وادوله كل ده. اما الست اتكلمت بحزن وقالت: ابني مات، قتل. ابني كان دكتور وشاف الممر اللي مسجلة عليه كل حاجة، ومسك فيا وزعقلي، وكمان بالذات ان هو كان كبير وشايف معاملة ملك الراجل ليها، وكان بيجي يسأل عليها كل فترة جارتهم، علشان كان بيحس ان ملك اخته ومسؤولة منه. المهم كان بيشوفه ازاي بعملها وحش، وكان كل فترة بيسيب فلوس لما عرف ان هي مريضة قلب مع جارته، وتقول لها ان لسه الفلوس اللي امها سايبها لها ما خلصتش عشان تجيب له العلاج. المهم ابن ما عرف ده كله قرر انه لازم يخليه يعترف بكل حاجة، هو راح عمل ان هو عاوز يبتزه ووراه شوية من الدلائل، وقال له انه لو مش جاب له فلوس واعترف له بكل حاجة ساعتها هيبلغ عنه. ساعتها الشيطان ده متحملش وخلى ابني خارج من عنده ولعب في عربيته وموته، وانا قررت ان خلاص ابني مات. مات هو زعلان مني علشان سكت عن الحق، وكان عاوز يجيب حقك يا ملك، علشان كده انا قررت ان انا كمان مش هسكت ولازم اجي اتكلم. هو هددني ان هو هيقتلني في اقرب وقت، علشان كده جبت كل التسجيلات والحاجة، وهم في ظرفهم حدهم لك يا ادم علشان تنتقم لعيلتك وتنتقم لابني، وربنا يحاسبني بقى على ان انا سكت. ها ادم ما كانش مصدق كلام الست كله، معقول في ناس كده؟ ولا ملك اللي كانت مصدقه، هي ملك ولا هي حور؟ هي بنت الراجل اللي ادم عاوز ينتقم، ولا هي بنت الناس اللي اتقتل؟ كانت كل حاجه متلخبطه. ها اما عند مالك كان قاعد حزين مع اخته ملك اللي اجت وكانت فرحانه جدا باللي حصل، كان قاعد حزين وهو بيفتكر صورة صاحبه اللي كان على باين على وشه الحزن والأهرم اللي حصل. وساعتها اتدخلت عليه أخته وقالت له: مالك يا أبي قاعد زعلان كده ليه؟ ده أنا قلت إن هاجي ألاقيك مستنين علشان تعرف كل اللي حصل. مالك بص لأخته بابتسامة حزينة وبدأ يقول لها: رغم إن النهاردة فرحان جدا علشان أحمد لسه قافل معايا وقال لي إنك وفاتي، رغم اني زعلان لان حصل لادم، وبدا يحكي لها حاله حور وكل اللي حصل لها وكل اللي حصل معاه، هو ان امل النجاه ليها ضعيف جدا، اكيد مفيش حاجه بعيده على ربنا، بس كان بيحكي بحزن بعد ما شاف صاحبه ازاي ضعيف ومهزوز. وبعد ما خلص قال لها: هي دي كل الحكايه يا ستي، وانا من ساعتها مخنوق. ملك وشها اتحول من السعاده للحزن، هي ما عادتش مع حور اللي حبها بصوت جدا، بس الحبة اللي عادتهم معاها حسستها كأنها أختها، كفاية نصحتها وكلامها اللي طلع فعلا حق، كانت حاسة بالحزن عليها وقالت:
يعني ايه يا ابي؟ خلاص كده حور هتموت؟ لا يا ابي اتصرف، شوف اي حل. انا سمعت ان في عمليات قلب مفتوح، اعمل لها اي حاجه يا ابي علشان خاطر ابي ادم، اعملوا اي حاجه ليها، دي طيبه خالص. ادعي لها يا حبيبتي، ادعي لها. مشيت الست، وهي بعد ما مشي طلعت حور لاوضتها جري، او منى زي ما تسموها بقى، طلعت لاوضتها وكانت بتعيط بانهيار. راح ادم عليها وجرى وقعد جنبها وقال لها بخوف، كفايه يا حور هتتعبي اكتر ما انت تعبانه، كفايه علشان خاطري. صرخت فيه لاول مره في وشه وقالت بغضب، هتعب؟ ومين قالك ان انا مش تعبانه؟ مين قالك ان انا سليم؟ مين قالك ان انا مش موجوع؟ ها، مين قالك كل ده؟ انا تعبانه قوي يا ادم، انا من يوم ما وعيت على الدنيا دي وانا تعبانه، من يوم ما لقيت اب زاحت وجاري بيعذب فيا وبينهش فيا، حتى لما تعبت دعيت ربنا يرزقني بزوج صالح بس يتجوزني علشان ينتقم. وهينتقم لمين؟ لاهلي اللي ماتوا على ايد واحد مفتري عذبني وعذب اهلي. انا مش عارفه اعتب عليه ولا اعتب على من دمي اللي زود عذابي. انا كرهت كل الدنيا، كرهتك وكرهت حياتي، انا ما شفتش غير الظلم والقهر. يا ريتني فضلت مخدوعه انه هو ابويا، وانا اكتشفت الحقيقه ان اهلي ماتوا وابن عمي اتجوزني وبعذب فيا. وحتى دلوقتي بعد ما فرحت ان هيبقى عندي ابن مضطره ان اسيبه لانه هيموت قبل ما انا اجيبه. ادم ساعه ما قالت كده وصرخت وطلعت كل اللي جواها، فقام بغضب من مكانه وهو ناوي يروح يقتل الظالم اللي قتله وقتل كل حاجه جواه، كان من جواه موجوع. هو بس ليه عرف دلوقتي انه حبها؟ هو ما حبش غير ملا الطفله الصغيره، وكان دايما بيقول انه هيتجوزها، ولما قابلها حبها تاني، حتى هو مفكرها بنت الراجل اللي قتل عيلته. خرج وهو مصمم يروح يقتل الوغد ده، اما بعد ما خرج عيطت اكتر بانهيار وقالت، سامحني يا ادم انا مش عارفه ليه طلعت غضبي وحزني عليك، انت كمان زمانك موجوع زي، بس انا اكتر واحده انظلمت في الحكايه دي، انا موجوعه قوي، انا حاسه ان انا بموت.